الجاسوس مقتبس عن رواية الكاتب جون لوكاري، وفيه يتعين على جندي جاسوس بريطاني الكشف عن جاسوس روسي اندس في جهاز المخابرات البريطانية، وذلك قبل فترة وجيزة من حصوله على التقاعد. أليك غينيس قام بدور الجاسوس جورج سمايلي في سلسلة تلفزيونية عرضت في السبعينيات القرن الماضي. هذه المرة الدور كان من نصيب جاري أولدمان. بالطبع الكتاب لقى نجاحا واسعا، وأليك غينيس أعطى شهرة رائعة للشخصية في السبعينيات. تشعر وكأنك شبح التجربة، شبح آلك على أكتافك، لكن اعتبرت نفسي أؤدي دورا كلاسيكيا. الفيلم من إخراج السويدي توماس ألفريدسون، وهو بعيد عن أجواء جيمس بوند أو أفلام الجاسوسية المليئة بالتشويق. جون لوكاري أب شخصية جورج سمايلي يرى أن صعوبة القصة كانت وراء عدم نقلها إلى الشاشة الكبرى. إنها قصة معقدة وفيها الكثير من العودة إلى الوراء، والقصة اعتمدت على ذاكرة جورج سمايلي، ولا يمكنك أن تجسد الكثير مما تنقله الذاكرة على الشاشة. منحت كامل الثقة إلى كاتبة السيناريو بريدجيت أوكونور وزوجها بيتر ستروغان، وعندما قرأت النص أيقنت أن الأمر ممكن بعد أن حذفت بعض الأشياء. كولين فيرث يعتبر أن الفيلم نجح بنقل القصة. أعتقد أن الفيلم له وتيرته الخاصة، وأعتقد أن القصة شخصية وإنسانية، وكأنك تركب أجزاء متفرقة، ولم أجد من اعتبرها معقدة وتثير الشعور بعدم القدرة على نقلها. أعتقد أنها مشوقة. المخرج اعتمد في الفيلم على التركيز على وحدة البطل. Tinker.